السلام عليكم ورحمة الله. طلبة أولى ثانوي، أتمنى كلكم تكونوا بخير إن شاء الله. مع بعض النهاردة هنراجع مراجعة سريعة وشاملة على الباب الأول. هقسم لكم الفيديو على جزئين، الجزء الأول خاص بالبوليمرات والجزء الثاني خاص بالإنزيمات. أول حاجة لازم نفتكرها مع بعض، جسم الإنسان مكون من أجهزة، أعضاء، أنسجة، خلايا عضيات، جزيئات ذرات. يبقى عندنا 7 حاجات من الكبير للصغير. ممكن يجيب لك مجموعة منهم، جزء منهم، ويقول لك رتبهم لي من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. لازم تركز في السؤال كويس. يبقى أجهزة، أعضاء، أنسجة، خلايا عضيات، جزيئات ذرات. اتفقنا إن الجزيئات متقسمة لنوعين، في عندنا جزيئات عضوية وجزيئات غير عضوية. شرط أساسي في الجزيئات العضوية ايه؟ بتحتوي على كربون وهيدروجين ويوجد روابط ما بينهم. طيب في الجزيئات الغير عضوية لا يشترط وجود الكربون، يعني ممكن نلاقي كربون ممكن ما نلاقيش. طيب ايه الشرط الاساسي التاني؟ ان لا يوجد روابط بين الكربون والهيدروجين. الامثلة عندنا على الجزيئات العضوية اتفقنا زي البوليمرات، الحاجات الكبيرة، واتفقنا وقلنا ان البوليمرات دي جزيئات كبيرة بتبقى مكونة من جزيئات اصغر اسمها المونيمرات. ايه هي البوليمرات اللي هندرسها؟ الكربوهيدرات، الليبيدات، البروتينات، والاحماض النووية. طيب امثلة على الجزيئات الغير عضوية، الحاجات اللي فيها كربون زي ثاني اكسيد الكربون، زي بعض الاملاح المعدنية. الحاجات اللي ما فيهاش كربون زي المية، زي مجموعة الفوسفات، وبرضو بعض الأملاح المعدنية. أهم حاجة لا يوجد روابط بين كربون ولا هيدروجين. المونيمرات اللي بتكون البوليمرات في عملية البلمرة، المونيمرات دي الجزيئات الصغيرة تتحد مع بعضها في عملية اسمها ايه؟ بلمرة، لتكوين جزيئات أكبر تسمى البوليمرات. عندنا المونيمرات زي السكر الأحادي بيكون بوليمرات الكربوهيدرات، الأحماض الدهنية بتكون بوليمرات الليبيدات، أحماض أمينية بتكون بوليمرات البروتين، النيوكليتيدات بتكون بوليمرات الأحماض النووية. تعالوا مع بعض نلم البوليمرات في ورقتين، ادي الكربوهيدرات والليبيدات وادي البروتينات والاحماض النووية. لو عملت الطريقة دي هتلاقي نفسك جمعت نص المنهج في ورقتين، انت مش محتاج حاجة اكتر من كده. مش هنقول كل المعلومات بالنص، لا، احنا هنقول هنت صغير، يعني هناخد كده ايه زي معلومة سريعة على كل معلومة كبيرة، بحيث ان انت لما تيجي تراجعها تفتكر انت كنت ذاكرتها ازاي في الفيديوهات بتاعت الشرح. بس لما يبقى قدامك ملخص زي كده هتلاقي نفسك خلصت المنهج في وقت قليل جدا. اعمل معايا المقارنة دي وهتفيدك جدا جدا جدا. ادي الكربوهيدرات وادي الليبيدات، وهنا البروتينات والاحماض النووية. هنتكلم في نقط أساسية في الأربعة. أول نقطة عندنا هي المونيمر. الكربوهيدرات إحنا متفقين إنه ممكن يجيبها لك ويقول لك إيه الصيغة العامة للكربوهيدرات، ويجيب لك الرمز ده CmH2O/N. نبص على الرمز موجود فين. والله لو جايب لك أي رمز بأي اسم تحت الكربون يبقى ده عدد ذرات الكربون الداخلة في التركيب. جايب لك رمز حوالين ال H2O يبقى ده عدد جزيئات المية الداخلة في التركيب. تمام؟ المونيمر في الكربوهيدرات اتفقنا ان هو السكر الأحادي. الأنواع بتاعت الكربوهيدرات قلنا في عندنا سكريات بسيطة وسكريات معقدة. السكريات البسيطة قسمناها لاتنين، أحادية وثنائية. أحادية قلنا يعني جزيء واحد، ثنائية يعني 2 جزيء. الأحادية بينطبق عليها قانون ايه؟ CH2O الكل باي N، N حوالين المركب كله. يبقى N دي ايه؟ N دي عدد الذرات
اللي داخلة في تكوين السكر الأحادي. الكربون بكام، الهيدروجين بكام، الأكسجين بكام، واتفقنا إن عدد ذرات الكربون مساوية لعدد ذرات الأكسجين، وعدد ذرات الهيدروجين بيكون الضعف. عدد الذرات بتاعت الكربون بتكون من كام لكام؟ من 3 لـ 6، وقلنا انه كاتبها في بنك المعرفة من 3 لـ 7 نعرفها ونحطها في دماغنا. يعني ايه من 3 لـ 6؟ يعني حضرتك بتعوض في ان دي مرة بـ3، مرة بـ4، مرة بـ5، مرة بـ6. امثلة عندنا على السكريات الاحادية، خدنا ايه؟ جف جر، جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز، ريبوز. الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز رمزهم ايه؟ C6H12O6، بس مختلفين في ترتيب الذرات. الجلوكوز قلنا هو سكر العنب، يعني الجلوكوز ده بيستخرج من العنب. ما هو فاكهة؟ ايوه بيستخرج من العنب. يعني لو جبتلك اي فاكهة تقولي ان هو بيستخرج من الجلوكوز هقولك ايه؟ العنب، عشان كتير سألوني في حتة جاية. الفركتوز ده سكر فاكهة موجود بشكل عام في الفاكهة. الجالاكتوز ده موجود في غدد اللبن. الريبوز ده اللي بيدخل في تكوين الايه؟ الـ RNA. عدد ذرات الكربون فيه بتكون 5، يبقى C5H10O5. يبقى العنب فيه سكر ايه؟ سكر احادي جلوكوز. طيب السكريات الثنائية نعرف رمزها C12H22O11. وقلنا ليه كده؟ هي الرمز بتاعها كده، قلنا لأن لما بيجي يرتبط اتنين سكر أحادي مع بعض C6H12O6 مع C6H12O6 لازم بيكون ما بينهم رابطة وبيخرج جزيء مية، فاحنا بننقص جزيء مية عند اتحاد اتنين سكر أحادي مع بعض عشان يدوك السكر الثنائي. عدد الذرات بتاعت الكربون بتكون من 6 لـ 12. أنواع السكريات الثنائية، المالتوز، السكروز، واللاكتوز. المالتوز ده سكر شعير، يعني الشعير فيه سكر ثنائي مالتوز، رغم إن هو بيحتوي على جلوكوز وجلوكوز، لما يجي في الاختياري يبقى الشعير على طول مالتوز. السكروز ده سكر القصب أو سكر المائدة. السكروز بيستخرج من القصب، هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز. ده ناس كتير سألت بيقولوا طب ما هو القصب ده فاكهة. أيوة، بس قالك إن القصب بيبقى فيه سكر ثنائي، يعني ما فيهوش الجلوكوز بحالته لوحده ولا الفركتوز بحالته لوحده عشان تقولي إن القصب ده عبارة عن فاكهة يبقى هو فركتوز. لأ، القصب بيحتوي على سكر ثنائي اسمه ايه؟ سكروز. سكروز مستخرج من القصب. اللاكتوز ده سكر اللبن، عبارة عن جلوكوز وجالاكتوز. طيب السكريات المعقدة قلنا انهم عبارة عن 3، نشا، جلايكوجين، والسيليلوز. نشا، جلايكوجين، والسيليلوز. النشا قلنا الرمز بتاعه ايه؟ C6H10O5 الكل باي ان. ليه؟ لانه ارتباط جزيئات عديدة من السكر الاحادي، طبعا بيتكون ما بينهم روابط جلايكوسيدية وبيخرج في كل رابطة بيخرج منها جزيء مية، عشان كده عملنا كله باي ان. عدد ذرات الكربون بيكون اكتر من 12. النشا فيها الف اهي، يبقى تكرارات من الفا جلوكوز. بيعمل ايه؟ بنخزن الفائض من الجلوكوز على هيئة نشا فين؟ في النبات. التخزين اتفقنا اي حاجة للتخزين معنى كده انها بتاخد مساحة قليلة، ما بتاخدش مساحة كبيرة. الجلايكوجين برضو تكرارات من الالفا جلوكوز. يخزن الفائض من الجلوكوز على هيئة جلايكوجين في الانسان والحيوان فين؟ في الكبد والعضلات.
رقم 3 من السكريات المعقدة وهو السليلوز أو ألياف السليلوز اللي بيصعب هضمها، وهو عبارة عن تكرارات من إيه؟ من البيتا جلوكوز. ده بيبقى تفرعات كتيرة، يعني بياخد مساحة كبيرة، عشان كده بيدخل فين؟ في تكوين الجدار الخلوي في النبات. التفاعل اللي بيتم بين السكريات الأحادية لتكوين السكريات الثنائية أو المعقدة، تفاعل اسمه إيه؟ التكثيف. إيه هو تفاعل التكثيف؟ قلنا إن بيتم تكوين رابطة بين السكريات الأحادية وخروج جزيء مية، زي ما قلتلكوا قبل كده بنكثف 2 جزيء مع بعض، يعني بننشفهم، يعني بنكون رابطة وبنخرج جزيء مية على كل رابطة، والرابطة هنا اسمها رابطة جليكوسيدية. الكواشف اللي عندنا في الكربوهيدرات، عندنا قلنا فيه البنديكت وفيه محلول اليود. البنديكت ده بيكشف عن السكريات الأحادية في البول والدم، أما محلول اليود بيكشف عن النشا في الأطعمة. طب بنديكت لونه إيه؟ لونه أزرق، بيجيبه لنا أوقات في 3 ألوان، الأساسي منهم برتقالي، الأزرق بيتحول لبرتقالي، إذا كده في سكر أحادي في البول أو في الدم في العينة اللي مديهالنا. طب لو اللون الأزرق اتحول لأخضر، معنى كده إن نسبة السكر الأحادي موجودة لكن قليلة. طب الأزرق لو اتحول لأحمر داكن، يبقى كده أعلى تركيز للسكر. بالنسبة للنشا، لونه برتقالي، بيتحول للون أزرق داكن أو أزرق أسود. أهمية الكربوهيدرات إيه؟ اتفقنا إن هما 3 أهميات، للسكر الأحادي وللسكريات المعقدة والتدعيم. قلنا السكريات الأحادية بتعمل حاجتين، يا إما نقل طاقة في عملية التنفس الخلوي أو أكسدة الجلوكوز، أو إن هي مصدر سريع ومباشر للطاقة. نقل الطاقة اللي بتتم من خلال أكسدة الجلوكوز، قلنا إيه اللي بيحصل؟ السكر في وجود الأكسجين بيعمل إيه؟ بيدينا طاقة. اللي بيحصل إن الروابط بتاعت الجلوكوز بتتكسر وبيخرج طاقة، أي رابطة بتتكسر بيخرج من خلالها طاقة. الطاقة دي بتتحمل على جزيئات قلنا اسمها الـ ATP. الكلام ده بيحصل فين؟ داخل الميتوكوندريا أو بيت الطاقة. تبتدي بعد كده الـ ATP توزع الطاقة على باقي أجزاء الخلية للقيام بوظيفتها. تاني حاجة للسكريات الأحادية إن هي مصدر سريع ومباشر للطاقة. أول حاجة بتطلع طاقة هي مين؟ السكريات الأحادية. عندنا 1 جرام ب4 طاقة كالوري. طب ليه هي مصدر سريع ومباشر؟ لأن قلنا سهل إن الروابط بتاعت السكريات الأحادية تتكسر. تاني وظيفة للسكريات عندنا فيه السكريات المعقدة، قلنا النشا ده بيخزن الطاقة في النبات، جلايكوجين بيخزن الطاقة في الإنسان والحيوان، السليلوز ده اسمه سكريات تركيبية أو كربوهيدرات تركيبية تدخل في تركيب الجدر الخلوية في النبات. وآخر وظيفة للكربوهيدرات هي التدعيم في الغشاء الخلوي، بيرتبط الجلوكوز مع البروتين ويدينا حاجة اسمها الجلايكوبروتين، ده موجود في الغشاء الخلوي، هندرسه بعد كده في الباب التاني. تاني بوليمر عندنا اللي هو اللبيدات، وقلنا اللبيدات دي مركبات بتكون غير متجانسة. ليه؟ بتتكون من كحول وأحماض دهنية، عشان كده بنقول إن اللبيدات دي المونيمر بتاعها أحماض دهنية. اللبيدات دي مركبات بتكون غير قطبية، يعني بتدوب في المذيبات اللي شبهها الغير قطبية أو العضوية، زي البنزين والإيثرات ورابع كلوريد الكربون، ما بتدوبش في المركبات أو المذيبات القطبية زي المية. طيب بتنتج من إيه اللبيدات؟ عندنا مركب منهم اسمه الثلاثي الجليسرايد، بينتج من اتحاد 3 أحماض دهنية وجليسرول. ادي حمض وادي كحول ثلاثي الهيدروكسيل. انواع اللبيدات عندنا في بسيطه وفي معقده وفي مشتقه.
البسيطة قلنا فيه منها 3 أنواع، خدنا الزيوت، خدنا الدهون، وخدنا الشموع. تعالوا نقارن ما بينهم بسرعة. بسيطة يعني حاجات بسيطة. أول حاجة عندنا الزيوت، الزيت، افتكروا بالزيت اللي موجود في البيت، ده موجود في صورة سائلة، لكن الدهون والشموع موجودين في صورة صلبة. طب ايه تاني المقارنة؟ ان الزيوت بتتكون من ايه؟ احماض دهنية غير مشبعة معاها الجلوسرول. يبقى الحمض الدهني هنا ايه؟ غير مشبع. الجلوسرول اللي هو الكحول الثلاثي الهيدروكسيل. احماض دهنية غير مشبعة معنى كده ان موجود ايه؟ وجود روابط ثنائية بين ذرات الكربون، مش متشبعة اهي. ومثال عندنا زي ريش الطيور المائية، بيبقى محاط بطبقة من الزيت، ده اللي بي ايه بيساعد على حركتها. الدهون الصلبة بتتكون من ايه؟ احماض دهنية هنا مشبعة. يعني ايه مشبعة؟ يعني حصل عملية هدرجة. يعني ايه؟ يعني الروابط الثنائية اتكسرت واتشبعت بالهيدروجين. معنى كده ان الدهون بتحتوي على ذرات عددها اكبر هيدروجين اكتر من الزيوت. يبقى الدهون بتحتوي على احماض دهنية مشبعة وجليسرول. الجليسرول اللي هو الكحول الثلاثي الهيدروكسيل. مثال عندنا الدب القطبي، طبعا طبقة الدهون اللي بتكون تحت جلد الدب القطبي بتحميه من درجات الحرارة المنخفضة. عشان كده الدب القطبي يعرف يعيش في الأماكن منخفض درجة الحرارة، لكن ما يقدرش يعيش في أماكن حارة. ليه؟ لأن هو تحت جلده طبقة سميكة من الدهون. الطبقة السميكة دي بتخلي درجة حرارته مناسبة لدرجات الحرارة المنخفضة مش درجات الحرارة المرتفعة، ده كده يموت. تالت حاجة الشموع. الشموع اللي موجودة في صورة صلبة تكون من ايه؟ حمض دهني ذات وزن جزيئي عالي، معاه ايه؟ معاه كحول احادي الهيدروكسيل. يبقى لما اجي اقول لك مين في التلاتة، الزيوت والدهون والشموع، اللي بيحتوي على حمض دهني واحد، هتقولي مين؟ هتقولي الشموع. ليه؟ لانه بيحتوي على كحول احادي الهيدروكسيل، فمجموعة الهيدروكسيل الواحدة دي لما نيجي نربطها هتبقى حمض دهني واحد. مثال للشموع نباتات الصحراوية، أو الطبقة اللي بتغطي النباتات الصحراوية عشان تقلل من عملية النتح. تاني مثال عندنا لللبيدات، وهو اللبيدات المعقدة. المثال عندنا الفوسفوليبيدات، تكون من ايه؟ 2 حمض دهني زائد جليسرول زائد فوسفات وكولين. اذن احنا بنبدل الحمض الدهني الثالث بمجموعة فوسفات وكولين، والجليسرول طبعا اللي هو الكحول الثلاثي الهيدروكسي. بيدخل في تركيب الغشاء الخلوي كمكون أساسي. هناخد برضو في الغشاء الخلوي في الباب الثاني ان الفوسفوليبيدات ده أكبر مكون في الغشاء الخلوي. بالنسبة للبيدات المشتقة اللي هي الكوليسترول او الهرمونات الاسترويدية او الاسترويدات، تنتج من ايه؟ التحلل المائي للبيدات البسيطة واللبيدات المعقدة. طب التفاعل بقى اللي بينتج او اللي بيتم بين التلات احماض دهنية والكحول الثلاثي الهيدروكسيل الجليسرول، التفاعل ده اسمه ايه؟ اسمه برضو التكثيف. والتكثيف زي ما قلنا تكوين رابطة وخروج جزيء مية. طب الرابطة اللي بتتكون هنا اسمها رابطة استيرية. الكواشف في اللبيدات 2، قلنا السودان 4 وقلنا الإيثانول. السودان 4 ده بيتحول للون الأحمر، الإيثانول ده بيدينا مستحلب أبيض أو طبقة بيضة، عقارة بيضة. الأهمية بتاعت اللبيدات مخازن طويلة الأمد للطاقة، يعني 1 جرام بتسعة طاقة كالوري، يعني بتدينا أكبر كمية من الطاقة لكن مش بصورة مباشرة. يعني السكريات الأحادية بتدينا الأول، الثنائية بتدينا بعد كده، السكريات المعقدة، وبعد كده ندخل في اللبيدات. يعني في غياب الكربوهيدرات نقدر
الجسم يستهلك طاقته منين؟ من اللبيدات، الدهون اللي موجودة تحت الجلد والأرداف، الجسم يقدر يستغلها أو يستفيد منها كمصدر للطاقة في حالة غياب الكربوهيدرات. تاني حاجة بيدخل في بناء الخلايا، يعتبر 5% من المواد العضوية الداخلة في تركيب الخلية. تالت حاجة عازل حراري، قلنا زي الدب القطبي اللي موجود في الدهون. رابع حاجة غطاء وقائي في النبات زي الشموع اللي موجودة في النباتات الصحراوية. خامس حاجة قلنا الفوسفوليبيدات اللي بتدخل في تركيب الغشاء الخلوي. آخر حاجة تعمل كهرمونات زي اللي موجودة فين؟ في الاسترويدات أو في اللبيدات المشتقة. ندخل بعد كده على البروتينات. المونيمر بتاع البروتينات اسمه أحماض أمينية، نفتكر مع بعض تركيبه كربونة 4 دراعات، هيدروجين، وفي عندنا المجموعتين الوظيفيتين على الجنب، مجموعة كربوكسيل حمضية ومجموعة أمين قاعدية ومجموعة الألكايل الآر اللي بتتغير من كل حمض أميني لآخر، دي المجموعة المحددة للحمض الأميني. طيب البروتين في تكوينه بيعتمد على إيه؟ على نوع، على ترتيب، على عدد الأحماض الأمينية اللي موجودة في السلسلة. علشان كده الأحماض الأمينية رغم ان عددهم 20 بس الى ان في ملايين من البروتينات. ليه؟ لان البروتينات بتعتمد على نوع وترتيب وعدد الاحماض الامينية المكونة للسلسلة. اتفقنا في تكوين البروتينات نعرف كم معلومة كده جانبية لكن مهمة جدا وممكن وارد جدا تيجي في الاسئلة، ان في بروتين اولي، ثانوي، ثلاثي ورباعي. الاولي اللي احنا عارفينه عادي اللي هو تسلسل خطي من الاحماض الامينية. الثانوي قلنا هو تركيب ملتف من ايه؟ لولب الفا او صحيفة بيتا المثنى. طب الثلاثي قلنا ثلاثي الابعاد، تفاعل بين ايه بقى؟ بين مجموعات الار الجانبية. الرباعي ثلاثي الابعاد برضو نتيجة تفاعل جزيئات بين سلاسل عديد البيبتايد. السلسلة نفسها مع السلسلة نفسها بيحصل تفاعلات ما بينها وتدينا تركيب البروتين الرباعي. أنواع البروتينات بنقسمها على حسب 3 حاجات، تركيب أو شكل أو وظيفة. التركيب اللي احنا درسناه البسيطة والمرتبطة، يا إما بتتكون من أحماض أمينية فقط يا إما بتتركب من أحماض أمينية معها عناصر أخرى، يبقى ده التركيب. البسيطة زي ايه اللي بتكون من احماض امينية فقط؟ زي الالبيومن. الالبيومن بيبقى موجود في مكانين، لو في النبات هيبقى موجود في الاوراق والبذور، لو في الانسان موجود في بلازما الدم. وظيفته بينظم الضغط الاسموزي بين الدم والانسجة. الخلل بيؤدي لتورم في القدم والوجه نتيجة لايه؟ للتغير في الضغط الاسموزي، بيحصل زي رشح كده ما بين مكونات الدم والأنسجة فبيحصل انتفاخ. طيب بالنسبة للبروتينات المرتبطة اللي هي أحماض أمينية مع عناصر أخرى، أخذنا 4، الكروماتين وده عبارة عن أحماض أمينية وأحماض نووية، قلنا بروتين ودي إن إيه. الكازين ده عبارة عن أحماض أمينية وفوسفور، وده قلنا بروتين اللبن، ونركز قوي ما بين بروتين اللبن الكازين وسكر اللبن اللاكتوز. يبقى اللبن فيه السكر اللي هو اللاكتوز ده بيدينا طاقة، واللبن فيه بروتين اللي هو الكازين ده بيستخدم فيه النمو. رقم 3 الثيروكسين، عبارة عن ايه؟ احماض امينية ويود اللي موجود في الغدة الدرقية. الهيموجلوبين عبارة عن ايه؟ احماض امينية وحديد، ونقصه بيؤدي للأنيميا، ده موجود فين؟ في كرات الدم الحمراء. يبقى انت عندك اللي موجود في كرات الدم الحمراء هيموجلوبين، دي بروتينات مرتبطة، واللي موجود في بلازما الدم بروتينات بسيطة اللي هو الألبيومين. طب بالنسبة بقى لتقسيم البروتين على حسب الشكل، هنقسمها يا إما كروية يا إما ليفية.
الكرويه بتدوب في الميه، الليفيه لا. الكرويه زي ايه؟ زي الانسولين والهيموجلوبين والانزيمات. طب الليفيه الحاجات الطويله قلنا زي الكيراتين الكولاجين. طيب نقطه مهمه، تقسيم البروتينات على حسب الوظيفه لحاجتين مهمين جدا، بروتينات تنظيميه وبروتينات تركيبيه. من اسمها تنظيميه يعني بتنظم العمليات الحيويه في الجسم. زي ايه؟ زي الانزيمات، زي الهرمونات، زي الاجسام المضاده. التلاتة دول بروتينات تنظيميه بتدخل في تنظيم العمليات الحيويه للجسم. البروتينات التركيبيه بتدخل في تركيب الجسم، سهله خالص، زي الكرياتين، زي الكولاجين، زي الاكتين، زي الميوسين. التفاعل هنا بين الاحماض الامينيه برضو التكثيف. يبقى التفاعلات في البوليمرات هتلاقي كلها ان هي عباره عن تكثيف. تكثيف قلنا يعني الجزيئات بترتبط مع بعضها وبيخرج جزيء ميه وبتتكون رابطه. الرابطه بتاعت البروتينات او الاحماض الامينيه مع بعضها اسمها رابطه بيبتيديه. مش احنا عندنا في البروتينات ثنائي البيبتايد عباره عن اتنين حمض اميني مع بعض وعديد البيبتايد اكتر من اتنين، يبقى الرابطه هنا بيبتيديه. الكواشف عندنا كاشف اسمه البيوريت، بيكشف عن البروتين في البول. يعني لو جاب لك عينه بول تقدر تكشف عن البروتين وتقدر تكشف عن السكر الاحادي بنديكت. لازم تربط المعلومات كلها ببعض. البيوريت بيتحول لونه من ازرق لبنفسجي، ازرق لبنفسجي. أهمية البروتين، ودي من أهم البوليمرات. أهمية البروتين إيه؟ بتدخل في العمليات الحيوية اللي بتحفظ الحياة، بتدخل في تركيب الإنزيمات والهرمونات. واتفقنا إن الإنزيمات بروتينات فقط، لكن الهرمونات عبارة عن بروتينات أو ليبيدات. ليبيدات اللي هي الاسترويدات، ركزوا في السؤال ده كويس أوي ومهم جداً. الإنزيمات منشأها بروتيني، لكن الهرمونات منشأها يا إما لبيدي يا إما بروتيني. بيدخل كمان في بناء الخلايا وتجديدها، بيدخل كمان في غشاء الخلوي وتركيب الكروموسومات والعضلات والأربطة والأوتار والغدد والأظافر والشعر والحوافر والقرون. بيدخل في تركيب الدم واللمف، بيدخل في النمو. الطاقة بتاعت البروتين الواحد جرام بأربعة طاقة كالوري، زي السكر، السكر برضو بأربعة طاقة كالوري. آخر بوليمر عندنا وهو الأحماض النووية. المونيمر بتاع الأحماض النووية اسمه إيه؟ النيوكليتيدات. نيوكليتيدات، النيوكليتيدة الواحدة بتتكون من إيه؟ من ثلاث مركبات متباينة التركيب، أو ثلاث مكونات متباينة التركيب. إيه هما؟ سكر الخماسي في النص، وبيرتبط الكربون رقم واحد بالقاعدة النيتروجينية، وبترتبط الكربون رقم خمسة بمجموعة الفوسفات. اللي بيتغير عندنا ما بين الـ RNA والـ DNA هو السكر والقاعدة النيتروجينية، الفوسفات ثابت في الاتنين، لكن السكر بيختلف، القاعدة النيتروجينية بتختلف. الأنواع بتاعة الأحماض النووية الـ RNA والـ DNA. RNA السكر فيه ايه؟ سكر خماسي ريبوز عادي خالص، C5H10O5. لكن في الدي ان ايه سكر خماسي دي اوكسي ريبوز، او ريبوز منزوع الاكسجين او منقوص الاكسجين، C5H10O4. يبقى هما مختلفين في السكر، ده اول حاجة. طيب تاني حاجة في القاعدة النيتروجينية، الار ان ايه القواعد اللي موجودة فيه الـ A والـ U والـ G والـ C. يبقى هنا فيه U. في الـ DNA عندك الـ A والـ T والـ G والـ C، يبقى انت هنا فيه سيامين أو T. يبقى أول ما نشوف الـ U يبقى ده شريط مفرد RNA، أول ما نشوف الـ T يبقى نعرف على طول إن هو اللولب المزدوج الـ DNA. طب في اللولب المزدوج الـ DNA اللي بيحصل؟ بيرتبط القواعد النيتروجينية الـ A اللي هو الأدينين مع الثيامين باتنين رابطة هيدروجينية، والجوانين بيرتبط مع السيتوزين بتلاتة رابطة هيدروجينية.
ما ينفعش يرتبط الصيامين مع جوانين، لا يبقى الـ A مع الـ T والـ G مع الـ C. نقدر نحسب نسبة أي واحد في القاعدة النيتروجينية في اللولب المزدوج دي إن إيه؟ أيوه، وبسهولة. إزاي؟ لأن نسبة الـ A مساوية لنسبة الـ T، ونسبة الـ G مساوية لنسبة الـ C، والأربعة مع بعض بيساووا 100%. فأنت لو عارف واحدة هتعرف اللي بترتبط بيها زيها بالظبط، وهتطرحهم من 100% فهيديك نسبة، هتقسمها على الاتنين يروح مديك النسبة الباقية. يبقى احنا كده قلنا بيختلفوا مع بعض في السكر وفي القاعدة النيتروجينية. يختلفوا في ايه كمان؟ في مكان التواجد. الـ RNA بينسخ من الـ DNA ثم ينتقل الى السيتوبلازم. الـ RNA ده عبارة عن شريط مفرد. الشريط المفرد ده بيجي منين؟ من ان الروابط بتوع اللولب المزدوج بتاع الـ DNA جوه النواة بيحصل نسخ لأحد الشريطين ويطلع في السيتوبلازم، يبقى هو ده الـ RNA. الـ DNA ما بيخرجش بره النواة، داخل النواة عشان هو حجمه كبير، ما بيخرجش من النواة. الـ RNA شريط مفرد، الـ DNA شريطين أو لولب مزدوج. لولب مزدوج عبارة عن ايه؟ عبارة عن فوسفات، سكر خماسي، قاعدة نيتروجينية، وقاعدة نيتروجينية سكر خماسي فوسفات، فعمل اللولب المزدوج. اتفقنا ان السكر والفوسفات دول اسمهم ايه؟ اسمهم هيكل سكر الفوسفات، ده بيعمل دعامة للدي ان ايه. طب التفاعل بين النيوكليتيدات برضو تكثيف، تكوين رابطة وخروج الجزيء المائي. الرابطة هنا اسمها ايه؟ فوسفاتية ثنائية الإستر، فوسفاتية ثنائية الإستر. تعالوا نشوف الروابط كده بشكل أوضح اللي موجودة في النيوكليتيدات أو الأحماض النووية. اتفقنا أول رابطة الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية بتبقى موجودة ما بين ايه وايه؟ ما بين السكر والقاعدة النيتروجينية، دي تساهمية، وما بين السكر والفوسفات برضو تساهمية، سواء في الـ RNA أو في الـ DNA. طب ندخل على الروابط اللي موجودة في الـ DNA. اتفقنا إن الـ DNA مكون من إيه؟ نيوكليتيدة ماسكة في نيوكليتيدة عن طريق القواعد النيتروجينية. طيب الروابط اللي ما بين القواعد النيتروجينية في الـ DNA اسمها روابط هيدروجينية، ما بين القواعد النيتروجينية. اتنين بين الـ A والـ T، وتلاتة بين الـ G والـ C. الرابطة الأهم اللي ما بين النيوكليتيدات اسمها رابطة فوسفاتية ثنائية الإستر ما بين النيوكليتيدات. ادي نيوكليتيدة وادي نيوكليتيدة بيرتبطوا مع بعض برابطة فوسفاتية ثنائية الإستر. يبقى أنت عندك كام نوع من الروابط في الأحماض النووية؟ عندك روابط تساهمية، عندك روابط هيدروجينية ما بين القواعد، وعندك روابط فوسفاتية ثنائية الإستر ما بين النيوكليتيدات. نركز قوي، هو عايز ما بين إيه وإيه؟ أهمية الأحماض النووية إيه؟ في الـ RNA قلنا إن هو وسيط من بين الـ DNA والبروتين، أو وسيط في عملية تخليق البروتين. ليه؟ لأن بيتم عمليتين، أول عملية عملية نسخ شريط الـ DNA في النواة، وتاني عملية بيقوم بيها عملية تخليق البروتين في السيتوبلازم. لما بيخرج في السيتوبلازم بيعمل البروتين. يبقى الـ RNA وظيفته إيه؟ تكوين البروتين. طب وظيفة الـ DNA مهمة جدا. أول حاجة هو اللي بيحمل المعلومات الوراثية، هو اللي بيظهر الصفات الوراثية، هو اللي بينظم جميع الأنشطة الحيوية في الخلية. احنا كده خلصنا البوليمرات، ما خدتش وقت، وراجعنا عليهم كلهم وقارنا ما بينهم. اللي عايز ياخد سكرين شوت من الورق علشان يعمل زيه ويقدر يذاكره بسهولة يتفضل. ادي أول ورقة، كربوهيدرات والليبيدات. البروتينات والأحماض النووية.
انت كده هتلاقي نفسك قارنت ما بين الاربع بوليمرات بنقط ثابته، ايه المونيمر، ايه الانواع، ايه التفاعل، ايه الروابط، ايه الكواشف، ايه الاهميه. هتلاقي نفسك جمعت كل المعلومات عن البوليمرات، يعني ممكن يتذاكرها كل واحده لوحدها زي ما قلناها، يا اما بعد ما تخلص خالص وتبقى متاكد تماما عايز تراجعهم مع بعض تعمل ايه. تقول الكربوهيدرات المونيمر بتاعها سكريات احاديه، طب الليبيدات المونيمر بتاعها احماض دهنيه، البروتينات المونيمر بتاعها احماض امينيه، الاحماض النوويه بوليمر المونيمر بتاعها النيوكليتيدات، وهكذا تبتدي تقارن ما بين كل حاجه في كل بوليمر. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، أول جزء من مراجعة الباب الأول. انتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني الخاص بالإنزيمات. أتمنى يا رب تكونوا استفدتم، متنسوش تشيروا الفيديو مع أصحابكم لو استفدتم عشان يستفيدوا زيكم، واللي عايز أي سؤال يبعتلي في الكومنتس وأنا إن شاء الله هرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله.